مش عم تفكر كيف ما برمتيها مش ظابطة. أنا فهمانة كل شيء. ما في يكون غير هيك أختي. يمكن لو ما كنت هيك ما بعرف شو كان صار. تقدر تعيشي مع رجال ما بحبك أختي؟ قولي إيه وهلا بتجوز. مجدي؟ هلا الموضوع صار بيعنيلي كثير. ما بقى في شيء بيتخبى.